يا الله، السلام عليكم. طبعا هذا الفيديو انا صورته تقريبا قبل شهرين ثلاثه. اكثر النساء جاي يجوني مريضات ومرضهن محير بالامراض الروحانيه بسبب غضب زوجها عليها وحق هي مولاتي فاطمه الزهراء. اكثر النساء تجي متعلعله ما تعرف مرضها شنو بسبب غيظ زوجها عليها. قول لرسول الله صلوات الله عليه يقول: لولا خوفي على أمتي لجعلت النساء يسجدوا لأزواجهم. بابا، من بعد رضا الله ورضا والديك كسبي رضا زوجك. عمود الله سبحانه وتعالى يشفيك شر الأمراض وشر مصاعب الحياة، والله يديم لمتكم ويستركم، وأسأل الله أن يحفظكم ويحفظ عوائلكم جميعا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.